ولصداح التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أبو ناموس. صباح الخير محمد، يعني لو تجمل لنا المواقع المستهدفة من قبل الطائرات الإسرائيلية، ولماذا مقر نقابة الصيادين؟ يعني هذا جديدا بعض الشيء بالنسبة لاستهداف إسرائيلي يعني. نعم داليا، صباح النور. يعني ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في هذه الليلة هو استكمال لثلاث ليالي متواصلة تقريبا من القصف الإسرائيلي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في كل ليلة على مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، ولكن هذه الليلة أخذت منحنى آخر حيث قام الاحتلال بقصف مقر نقابة الصيادين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن هذا القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من جنوب القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، إلا أن هذا الأمر فندته الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، وقالت بأن هذه سياسة متبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في استمرار استهدافه للمواقع. أما في استهدافه لمقر نقابة الصيادين فقال جيش الاحتلال بأنه قام باستهداف قوارب تتبع لحركة حماس، رد على هذه التصريحات السيد نزار عياش نقيب الصيادين وقال بأن هذه المراكب هي خاصة بالصيادين وهي بمصدر رزق لهؤلاء الصيادين الذين من خلالها يجلبون ويصيدون السمك لبيعه داخل قطاع غزة. أما إذا تحدثنا عن حجم الأضرار جراء هذا القصف، فهناك أضرار جسيمة في المواقع التي تتبع الفصائل الفلسطينية وأيضا في الأراضي الفارغة، إضافة إلى هذه المراكب التي تم استهدافها بالقرب من مقر نقابة الصيادين. حالة من الذعر شهدتها أو شهدها قطاع غزة هذه الليلة، ولكن يأتي هذا القصف وهذا التصعيد الإسرائيلي في ظل حراك مصري لتثبيت التهدئة ما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي. حركة حماس قالت بأن هذا الاستهداف من شأنه أن يطبق على كل مجريات التهدئة ويبعد المسافات للوصول لهذه التهدئة. محمد أبو ناموس مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا لك.